بعضهم يعني وقع من غير قصد في مخالفة فأنكر قلبه وانقطعت صلته وتوجس خيفة وخاف أن يعاقبه الله عز وجل وانتظر العقاب فلم يحدث له شيء، وقف يصلي وناجى ربه في صلاته وقال يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني، فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ أحيانا تنقطع الأحوال وتنقطع الصلة وينكر المرء قلبه لا لذنب اقترفه ولكن لحكمة إلهية. من هذه الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرفه بتلك النعمة العظمى، نعمة القرب. لا تعرف هذه النعمة إلا بزوالها ولو مؤقتا. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا قطع تجلياته على عبده المؤمن فأنكر قلبه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرف عبده بأن نعمة القرب عظيمة عنده، عند العبد. فلذلك حينما انقطعت صلته بالله عز وجل لم يحل له شيء، ولم يطمئن إلى شيء، ولم يرق له شيء، لأنه فقد حبيبه. الطفل الصغير إذا ضيع أمه في الطريق لا يصرفه عن هدفه الألعاب التي نثرت في الواجهات ولا الأطفال الذين حوله، إنه فقد أمه، إنه يبكي لا يريد إلا أمه. يعني هذه السورة كما قلت قبل قليل خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها بالتبعية كل مؤمن له مع الله أحوال وله صلته بالله وله من الله تجليات على قلبه وله من الله سعادة إذا غابت عنه وانقطعت فأنكر قلبه يتفاعل مع هذه السورة وكأنه معني بها. والضحى والليل إذا سجى، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع بين تلك الآيات الدالة على عظمته وبين المشاعر التي تنتاب المؤمن. هل يعقل يا حبيبي أن يكون فضلي عميم وأدعك في منتصف الطريق؟ هل يعقل من خلق الضحى والليل إذا سجى وما فيه من رقة وما فيه من جمال وما فيه من فضل وما فيه من نعمة، هل يعقل لهذا الخالق العظيم أن يدعك وشأنك وأنت المحب وأنت الوفي؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. معنى ما ودعك، وفي قراءة وما ودعك بمعنى ما تركك. ما ودعك ربك وما قلى، معنى قلى يعني ما أبغضك الله عز وجل، ماذا فعلت؟ كلك إحسان للمخلوقات، كلك حرص على طاعة الله، كلك شوق إلى صلة الله عز وجل، ما ودعك ربك وما قلى. يعني من ذاق عرف، من كانت له عند الله مكانة، من كان له مع الله صلة، من كان له مع الله إقبال، هذا هو أثمن ما في الوجود، هذا هو أثمن ما في الحياة، وما سوى ذلك سراب بسراب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذه أحوال المؤمن. لا بد للمؤمن من صلة بالله عز وجل، لا بد للمؤمن من ساعة يرقى فيها إلى الله عز وجل، لا بد للمؤمن من ساعة يناجي فيها ربه،
يمرغ وجهه في عتبة الله عز وجل. لا بد للمؤمن من أن يكون متذللا لله عز وجل. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. يعني التدين من دون هذه الأحوال جسد بلا روح. معرفة أحكام الدين من دون إقبال على الله عز وجل جسد بلا روح. حينما فهم الدين عبادات فقط وأعمال تؤدى فقط من دون محبة لله ورسوله، من دون إقبال على الله، من دون التفات إليه، من دون اتصال به، من دون هذه التجليات التي تغمر قلب المؤمن فيذوب لها، من دون هذا كله الدين جسد بلا روح. ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ والضحى والليل إذا سجى، يعني من الآيتين اللتين أقسم الله بهما، ومن جواب القسم يتضح أن كمال أن عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، وأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. عظمة الكون تدل على كمال الله عز وجل. فالإنسان ليطمئن إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لن يتر المؤمنين أعمالهم، لن يضيعهم، والعاقبة للمؤمنين والعاقبة للمتقين. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبهم ويحبونه. ليطمئن المؤمن المستقيم وذو العمل الطيب إلى مكانته عند الله عز وجل، ليطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى لن يصيبه إلا ما كتب له من الخير، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ليطمئن إلى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ليطمئن إلى وعد الله عز وجل. ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله، ليطمئن إلى قوله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون، ليطمئن إلى قوله تعالى فلئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ليطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، فمن عرفه فقد عرف كل شيء، ومن لم يعرفه فقد ضل عنه كل شيء، والله سبحانه وتعالى أحب إلينا من كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. ليطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا كنت له كما يريد كان لك كما تريد. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك أي ما تركك في نصف الطريق، ما دام قد أخذ بيدك إلى أول الطريق
فلا بد من أن تكون في نهاية الطريق. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الكلمات واضحة، ولكن مع هذه الكلمات إيحاءات. فهل أيها الأخ الكريم شعرت بهذه الإيحاءات؟ الله سبحانه وتعالى في عليائه رافع السماوات بغير عمد، من بيده ملكوت السماوات والأرض، يقول لك يا عبدي وللآخرة خير لك من الأولى. تعلق بالآخرة، اعمل للآخرة فهي خير لك من الأولى. قل متاع الدنيا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. وللآخرة خير لك من الأولى. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وإن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، وإن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فهل أنت يا أخي الكريم مصدق قول الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى؟ هل ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ أما يرضى أحدنا أن تكون له الآخرة ولو كان في الدنيا معذبا لأن الدنيا زائلة؟ أما يرضى أحدنا أن تكون له جنة عرضها السماوات والأرض وكان دخله في الدنيا محدودا وكانت وظيفته متواضعة وكان قد حرم من الدنيا شيئا؟ لا بد من حكمة بالغة وراء ذلك. وللآخرة خير لك من الأولى. هل أنتم مصدقون ذلك؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. كما قلت قبل قليل، الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل مؤمن بالتبعية. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى ألا نصدقه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. متى نعرف ذلك؟ إذا لاحت لنا الآخرة ولاح للمؤمن مقامه فيها، وظهر للمؤمن أعماله الطيبة معروضة عليه، عندئذ يذوب خجلاً لما أعد الله له من نعيم مقيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. آيات كثيرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ويصفهم الله عز وجل.
وينقلب إلى أهله مسرورا. يوم القيامة هذا العطاء الكبير، وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وهذه الجنة التي لا تزول ولا تحول إلى أبد الآبدين، وهذا الذي أعده الله لعباده، أيستغنى عنه؟ أيزهد به؟ أيوضع وراء ظهر الإنسان؟ أيلتفت إلى الدنيا وحدها؟ أينافس على جمع الدرهم والدينار؟ وفي الموت لا يأخذ معه شيئا؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا الذي يدرس ويدرس ويسهر ويسهر بعد التخرج وبعد التفوق وبعد أن يحتل مركزا مرموقا وتأتيه الأموال من كل طريق يرضى. هذا مثل من أمثلة الدنيا. وكذلك المؤمن يغض بصره ويحفظ فرجه ويترفع عن كل معصية ويطيع الله في كل شاردة وواردة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. يسهر الليل ويستيقظ على صلاة الفجر، يساعد الضعيف ويطعم الجائع، ويجلس على ركبتيه الساعات الطوال ليتعرف إلى الله عز وجل. وإذا دعي إلى عمل صالح لباه، وإذا دعي إلى عمل طيب وافاه. هذا المؤمن لا يعرف قيمة عمله إلا حينما تلوح له الجنة فيقول: لم أر شرا قط في حياتي.